يمر أي عمل سينمائي بمراحل ثلاث، وهي مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة الإنتاج، ومرحلة ما بعد الإنتاج، وهي مراحل ضرورية وتستوجب حضور منتج يراقب سير العمل ويطوره في جميع هذه المراحل. ولا يمكن أن ننكر أيضا أن وسائل الاتصال والتواصل الحديثة ساعدت كثيرا على اختصار الوقت وتحسين جودة الأفلام السينمائية، وخاصة أفلام الرسوم المتحركة. ضيف اليوم منتج عالمي ارتبط اسمه بعديد الأفلام الناجحة، ولعل أحدثها فيلم بيج هيرو 6. فمرحبا بروي كونلي. مرحبا. عملت كمنتج في عدة أفلام عالمية من إنتاج استديوهات ديزني، يعني نذكر من بينها بيج هيرو، تانجلد، كل أفلام عالمية. حدثنا في البداية عن أول فيلم شاركت فيه، وما هي الإضافة التي قدمتها، وما الذي أضافته لك؟ ما ميز أول فيلم قمت به هو أنني لم أكن أفقه شيئاً في مجال الأفلام المتحركة. جئت من عالم المسرح، كنت أفهم جيداً كيف تكتب النصوص وأعرف أشياء كثيرة عن التصميم والشخصيات، ولكن لم يكن لدي أي فكرة عن الجانب التقني لصناعة الأفلام المتحركة. مشروعي الأول يكتسب أهمية كبيرة لأنني تعلمت فعلاً من خلاله ماذا يعني مجال الأفلام المتحركة. ممتاز. يعني كيف دخلت عالم السينما؟ هل كان حلم طفولة؟ كان الأمر مسلياً لأنني كنت أعمل في مجال المسرح، ومثل ما قلت لم أكن أتوقع أنني سألج مجال الأفلام المتحركة. ولكن يجب أن أصرح الآن وبعد 21 سنة من العمل أنه فعلاً حلم تحقق. لم أكن أعلم هذا في تلك الفترة، ولكن أجل، إنه حلم تحقق. سؤال يتبادر إلى الذهن، وأنت يعني منتج لأفلام ديزني، كيف يتم العمل؟ هل يتم اختيارك للعمل في الفيلم، أو يعني تقدم إليك مجموعة من الأفلام يعني لتختار من بينها؟ عندما تعمل في مجال التطوير يستوجب ذلك العمل على عديد الأفلام ومرافقتها إلى غاية عرضها، ولكن عندما تعمل في مجال الإنتاج سيكون تركيزك أكبر، لذلك من المفضل أن تعمل على فيلم واحد فقط. فلنتحدث الآن روي عن الفيلم الحدث، فيلم بيج هيرو 6. كيف بدأت الفكرة؟ أحد المخرجين دان هول كان يعمل على فيلم ويني ذا بو سنة 2010. عندما وصل إلى آخر مراحل الإنتاج بدأ يفكر كثيرا فيما سيكون مشروعه القادم، وفكر كثيرا في أكبر شيئين يحبهما في حياته، وهما عالم ديزني للأفلام المتحركة وكتب مارفل للقصص المصورة. ثم أتى إلى معقلنا وقال: مرحبا، هل يمكنني أن أقابل مارفل لأعرف إن كانت تهمه فكرة السماح لنا باستعمال إحدى مؤلفاته ونطور قصة منها؟ فقال جون لاستر: هذه فكرة رائعة. ثم اجتمع مع مارفل، والآن لدينا بيج هيرو 6. يعني اسم الفيلم يذكرنا بالرسوم المصورة لاستديوهات مارفل. ما هي أوجه الاختلاف بين الفيلم والرسوم المصورة؟ أوجه الاختلاف يا عدنان بالغة الأهمية. أحد أهم الأمور يتعلق بفيلم بيج هيرو 6 الذي كان لديه 12 إصدارا. الست إصدارات الأولى تم نشرها عام 1996، أما الست الأخرى فنشرت عام 2004، وتم أخذ أبرز الشخصيات أساسا وأسمائهم وعنوان القصة، ومن ثم كلفنا من طرف مارفل وجون لاستر أي رؤسائنا بصفة طارئة بالعمل على قصة جديدة تتلاءم وأفلام ديزني المتحركة، وهذا ما قمنا به. ما هو الفرق بين عمل منتج فيلم رسوم متحركة وفيلم آخر؟ نعم، إنها طريقة مختلفة جدا. تعلم أنني لا أعرف طريقة عمل منتجي أفلام الأكشن أو الحركة. أنا أعمل في مجال الأفلام المتحركة منذ 21 عاما، والأمر الرائع في مثل هذه الأفلام هو أنني أستطيع فعل كل شيء وأذهب إلى أي مكان وأروي أي قصة، ولكن لا أعرف ماذا أفعل فيما يخص أفلام الحركة. وكذلك الأمر بالنسبة لمنتجي هذا النوع من الأفلام، فهم لا يعرفون صنع أفلام متحركة، إذن وظيفتي في مأمن. ما هي الصعوبات التي واجهتك في مسيرتك؟ أكبر عائق أو تحد نواجهه دائما حين يتعلق الأمر بالأفلام عامة هو كيف نروي القصة بالطريقة الصحيحة. نقوم بمشاهدة الفيلم كل 12 أسبوعا، ونقوم بإعادة الكتابة وإعادة رسم القصة، وكذلك إعادة تركيب الفيلم لتحسين الأصوات أو إعادة التمثيل الصوتي، وبعدها نشاهد الفيلم مجددا، ونستمر عبر هذه العملية في أخذ الملاحظات الكبرى من أجل تحسين القصة. إذن تتطلب هذه العملية إعادة مشاهدة كل 12 أسبوع، وقد نقصر من القصة ونقوم بتصفيتها عبر ملاحظات أكثر دقة حتى
نصل إلى القصة التي نأمل أنها المثالية. روي، أنت منتج لأفلام ناجحة، فكيف ساعدتك التكنولوجيا الحديثة في عملك السينمائي؟ أعتقد أن أكثر شيء أحبه في الأفلام المتحركة هو قدرتي على العمل بتقنيات جديدة لكل فيلم جديد. أتذكر أول خطواتي في هذا المجال عندما كنا نقطع الأفلام بالمقص ونلصقها بالأشرطة، وبعدها بقليل ظهر المجال الرقمي. إذن كل تقنية جديدة ترى النور إلا واستعملناها واستفدنا منها لتحسين سرد القصة. أحب التكنولوجيا، وأظن أن في هذا الفيلم الذي ستشاهدونه قمنا بابتكار نظام تقديم ليكون الفيلم مختلف جدا عن الأفلام الأخرى التي تعودتم مشاهدتها. إنه حقا فيلم جميل جدا. دعنا نتحدث روي عن المستقبل، ترى ما هي مشاريعك المستقبلية؟ انتهينا للتو من العمل على هذا الفيلم منذ 15 يوما وأنا على أحر من الجمر. شاركنا به في افتتاحية مهرجان طوكيو الدولي للفيلم، والآن بمهرجان أبو ظبي، وهذا شيء رائع. لا أعرف ما سأفعله في المستقبل القريب. سوف أواصل العمل على هذا الفيلم إلى غاية صدور الDVD، ثم آمل أن أخذ بعض الأشهر للراحة، وبعدها سأعود إلى قسم التطوير للعمل على شيء جديد. روي، قبل أن نختم هذا اللقاء الشيق، لدينا مجموعة من الأسئلة يفضل أن تجيب عنها بعبارة مختصرة. مستعد؟ سأفعل، أنا جاهز يا عدنان، هيا إلقي بأسئلتك. السؤال الأول، ما هي الصفة التي يجب أن تتوفر في المنتج السينمائي؟ التواصل أهم شيء. وما هي الصفة التي تقدرها عند أصدقائك؟ الإخلاص. أعتقد أن الإخلاص أهم قيمة عند البشر وعلاقاتهم ببعضهم البعض. وما هي هواياتك إلى جانب السينما والصورة بصفة عامة؟ أحب ركوب الدراجات الهوائية. أنا راكب دراجات كبير، أقضي كل نهايات أسابيعي على الطريق، أركب الدراجة لمئات الكيلومترات، وأحب الرحلات البحرية كذلك. روي، لو تصف لنا السعادة بكلمة واحدة. السعادة. أحب الكلاب، فهم يسعدونني كثيرا. في أي مكان تريد العيش؟ سؤال جيد. قضيت بضعة أعوام في باريس وأنا مغرم بباريس، ثم ذهبت إلى مدينة في أستراليا جميلة أيضا، ويجب أن أبوح بأن الشرق الأوسط يجلبني كذلك. ومن هم أبطالك الخياليون المفضلون؟ عندما كنت طفلا أحببت كثيرا شخصية ثور، كما أحببت المطرقة الكبيرة التي يحملها. من هو مثلك الأعلى في الحياة؟ عدنان، أظن أن الشخص الذي ألهمني ومثلي الأعلى هو مديري جون لاستر، وأنا لا أقول هذا من باب المجاملة. إنه راوي قصص متمكن جدا وصانع أفلام رائع. أنا أعمل إلى جانبه منذ عام 2008، وأستطيع القول أنه أفضل صانع أفلام. وما هي الشخصية التاريخية التي تتمنى أن تكون مثلها؟ هذا سؤال سهل بالنسبة لي. إنه مارتن لوثر كينغ، أحد أكبر الأبطال الذين ناضلوا من أجل الحقوق المدنية في أمريكا. وأخيرا، ما هي أداتك الإلكترونية المفضلة التي لا يمكنك العيش من دونها؟ سأقول الآيفون الخاص بي. أتصل عن طريق الآيفون أكثر مما أفعل بكل الأجهزة الأخرى التي أمتلكها. إنه ابتكار رائع. تعلم روي أن هناك عديد الأطفال يشاهدونك اليوم على تلفزيون جيم، والكثير منهم يريدون السير على خطاك. ترى ما هي النصائح التي يمكنك تقديمها لهم؟ تعلموا كل ما له علاقة بالقصة، تعلموا كل ما له علاقة بالتمثيل، تعلموا كل ما له علاقة بالتصميم. فإذا كنتم تودون صنع الأفلام، تعلموا كل ما له علاقة بصناعة الأفلام، وسيأتي اليوم الذي ستصنعون فيه فيلمكم الخاص. شكرا جزيلا لك روي على تلبية الدعوة، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا، استمتعت حقا.